هل تتوقع ان سان داونز هيلعب بنفس القوه قوه المباريات الماضيه وهو ضمن الى حد كبير التاهل عن هذه المجموعه؟ هل تتوقع انه ممكن يلعب مباراه مش بنفس قوه المباريات الماضيه؟ لماذا لن يفعل؟ لماذا لن يلعب بكل قوته؟ ضع نفسك، ضعوا انفسكم مكانه، اضع نفسي مكان مدرب سان داونز. اتخيل ان مدرب سان داونز سيقول للاعبيه عليكم ان تفوزوا بكل المباريات، هم اذكياء ولن يلعبوا الا بقوتهم الحقيقيه. انا على الصعيد الشخصي أعتقد أن سان داونز سوف يلعب بكل قوته الضاربة، سوف يلعب بكل مواهبه، وهذا هكذا هي كرة القدم. الفريق وجميع الفرق تبحث عن الفوز ولا شيء إلا الفوز، ونحن أيضا سوف نلعب من أجل الفوز كي نثبت أننا جديرون ونستحق التأهل للدور التالي. سوف نثبت أننا واحدا من أفضل الفرق الأفريقية. منطقي أن نلعب نحن وهم على الفوز، هذا أمر منطقي. واجهت النادي الأهلي من قبل مع فيتا كلوب، واجهته مرة أخرى في هذه البطولة، هل ترى أن النادي الأهلي يقدم مستويات أقل من البطولات الماضية، ولا ترى أن الهلال في هذه البطولة هو الأقوى من النسخ الماضية؟ أعتقد أن أرى أن مجموعة الأهلي كلاعبين مختلفة نوعا ما. قابلتهم من قبل وفزت عليهم في ملعبنا وخسرنا ماتش في ملعبنا وتعادلت معهم في القاهرة. أعتقد أن الفريق الذي واجهته من قبل والفريق الحالي مختلفان نوعا ما. أما بالنسبة لفريق الهلال فالأمر مختلف أيضا، لأنني هذا هو أول موسم لي مع الهلال، أحاول أن أبني من جديد، وأعتقد أننا قدمنا فريقا قدم أداء مقنعا. لأهلي ما يعانيه الآن هو الإجهاد لأنه عائد من كأس العالم للأندية، أما نحن فلدينا وقت أفضل للاستشفاء والتمرين، وأعتقد أن أيضا فرصنا بناء على إجهاد الأهلي أفضل للتأهل من الأهلي بسبب ما يعانيه من إجهاد.